ثقة أكتر في نفسي إن أنا طب كويس، يعني اللي أنا بتمرن بيه أنا هستأذنك بس بيه. عشان كابتن طارق خيري خلاص بيعلن على التليفون. اتفضل. مساء الخير يا كابتن طارق. كابتن محمد إزاي حضرتك يا كابتن؟ بخير يا حبيبي والله. وحشني جدا. أنت أكتر. يعني ألف مبروك السنة دي، ما شاء الله موسم هايل بالنسبة لكرة السلة رجال النادي الأهلي سواء في الفريق الأول وأيضا في القطاع. الحمد لله رب العالمين. طيب عايزك تكلمني على نادي موسم كويس بفضل الله يعني. طيب كلمني على الموسم بالنسبة للدرجة الأولى، وأيضا عايز أخد رأي حضرتك في فرقة 18 سنة. احنا دايما في بداية الموسم بنبقى عندنا كده التارجت بنحطه لكل الجهاز الدرجة الأولى أو قطاع الناشئين مع كابتن طارق أو مدربين المراحل. نعم. احنا في الدرجة الأولى دايما أنت عارف النادي الأهلي ما بي من غير ما نتكلم الناس دايما بنلعب على بطوله، مفيش حاجه اسمها مركز ثاني، ده الكلام ما بنتعبش فيه كتير لان كل اللعيبه اللي موجوده عارفه الكلام ده ان هو الثاني ده مستحيل عندنا ملوش قيمه يعني. فاحنا بنغرس دي فينا، احنا الحمد لله بقى لنا 3 سنين ما بيعديش سنه الحمد لله لما بناخد بطوله او اثنين بفضل الله. السنه دي احنا بدانا المرتبط، كان ده نظام جديد في دوري المرتبط زي نظام كاس العالم، فكان بخروج اللي زي كؤوس يعني بتلعب ماتشين صغيرين وماتشين كبار، اللي بيكسب اكتر عدد ماتشات او اللي يكسب ماتشين كبار بيكمل المرحله اللي بعدها. نعم. زي كؤوس كده دور 16 دور 8، بفضل ده قدرنا نحقق دوري المرتبط وقدرنا ناخد الكاس. السوبر ما حصلناش توفيق فيه، خسرنا ماتشين في التمهيد في الاول اثروا علينا، واحنا نتائجنا بنكمل بيها لنهايه الموسم. نعم. اللي بيبقى فرقه اللي بتبقى اقل خسائر بيبقى لها فرص اكتر في الدوري، ما كناش نصيب فيه، ان شاء الله السنه الجايه يبقى لنا نصيب فيه. دي بالنسبه لينا احنا. بالنسبه للقطاع احنا عندك فريق 18 سنه وفريق 16 سنه، كابتن علي او كابتن احمد الجرحي، اثنين مدربين مميزين ما شاء الله عاملين شغل هايل. الحمد لله رب العالمين. علي الحمد لله بدون خساره تقريبا، احنا بدون خساره. الاولاد فرقه مع علي احنا مصعدين منها تقريبا في بدايه الموسم ال 20 لعيب على مراحل، خدنا منهم ثبتنا بعد شويه لما دخلنا في الجد حوالي 7 8 لعيبه، وبعدين كل ما بتخش في مراحل اعلى اللي يقدر يكمل معانا بيفضل معانا، ممكن يبقى ثبت معانا 2 3 لعيبه. دي الفرقه اللي اكثر فرقه اتمرن معانا فيها لعيبه في الدرجه الاولى. حتى في مكافئات الدوري المرتبط في ناس واخده 100% وناس واخده 35% بنسبة المشاركة يعني لعب عدد نشاط أكثر. أنت كابتن طارق يعني خدت كذا لعيب من الفرقة 18 سنة معاك حتى يتدربوا في الدرجة الأولى. تقريبا معايا طول السنة يعني علي أنا تعبوا معايا. الولاد معانا بنسبة كبيرة فترة طويلة في المعسكرات وفي السفريات وفي التمرين. وعلي بصراحة يعني متعذب معايا في القصة دي. إنه طبعا هو أي مدرب يتمنى إن هو يبقى فرقته كاملة. يتمرن بيه، انا ساعات باخد منه 5 باخد 6 على 3 4 مثلا لو في منتخب او اصابه، فمتعذب معايا انما في موجود طبعا بنسبه كبيره ولاد كتير معانا في الفرقه. طيب كابتن طارق برضو عايز اسال حضرتك، يعني ما شاء الله السنه دي فريق كره السله للرجال حصلتوا على بطوله الكاس وكانت بطوله مهمه جدا واستمتعنا حتى هنا واحنا بنأديها، وقد ايه عرفنا قيمه كره السله في اللحظات الاخيره. دي حقيقه احنا لعبتنا لعبة ثواني زي ما انت عارف. الجيم ما بيخلصش من بدايته او لازم مع صفاره الحكم، ماتشات كتير قوي احنا بنبقى كسبانين كتير ونخسر في الاخر او العكس. هي لعبتنا لعبه كده شيقه وفي نفس الوقت متعبه. طيب بالنسبه لاستعداداتك السيزون الجديد، هل في صفقات النادي الاهلي هيعملها؟ انا جبت اللي انا محتاجه بفضل الله، ربنا كرمني جبت حاتم البحيري بيلعب في اكثر من بوزيشن، يقدر يلعب صانع العاب او 1 2 3 3 3 بوزيشن. جبت مشعل معتز مصطفى مشعل، ده كان لعيب منتخب مصر وبيلعب في التامين والسنه دي عامل موسم استثنائي او عامل موسم كويس قوي. جبت رائد جنيدي، طبعا لعيب كبير وخبرته عاليه. وجبت برغوثه، ده الشهره برغوثه، بيلعب في بوزيشن 4 5 زائد المحترف اللي احنا هنجيبه بعد ما خلاص بنسبه كبيره هنجيب بيج مان. هيبقى منين؟ 4 5. نعم؟ هيبقى منين؟ والله انا بتفرج يعني انا تقريبا متفرغ للقصه دي. ما مش عارف نحسمها، هنجيبها من الوطن بتاعنا.
من اسيا او من الدول العربيه او هجيب من امريكا. احنا لسه بندور اللي هيركب على امكانيات شغلنا وعلى السيستم بتاعنا، وفي نفس الوقت ما عمليش ازمه بالنسبه للعيبه اللي عندنا. انا عندي فرقتي كويسه، ما عمليش ازمه. احنا هنجيب زي ما عملنا في افريقيا دي. احنا تعبنا في افريقيا، قعدنا شهر ندور على 2 محترفين يبقى الكيمياء بتاعتهم راكبه مع الشغل بتاعنا ومع اللعيبه. انا مش عايز لعيب كمان يجي يخنق اللي عندي يعني. بالظبط، ما يجي يحس ان هو نجم وكده. فدي بتبقى صعبه شويه انك تدور تلاقي حد بروفيشنال بجد يعني. بالظبط بالقصه دي. مع اولاد الصغيرين، احنا عندنا كمان الاولاد الصغيرين. احنا يعني هي فلسفه، مش عايز اقول ايه، انا عندي لعيبه 13 سنه سوبر او لعيبه كويسه جدا. لازم ياخدوا في 3 4 سنين دي فرص، علشان لما يخلصوا مرحله ال 20 سنه ويجي يتسجل انت تقدر تقيمه كويس ويبقى جاهز. تقدر تقول هيقدر يلعب درجه اولى في النادي الاهلي يشيل الفرقه، ولا ناشئ لسه خبرته قليله. عشان كده احنا بنقدر بنرمي الاولاد دول فتره طويله من الموسم. معاك كابتن علي بقى. كابتن علي، كابتن طارق. كابتن طارق ازيك؟ حبيبي يا كابتن علي، وراك ايه؟ وحشت. وانت كمان، بقالي كتير، بقالي يومين ما شفتكش. كنا لسه متكلمين امبارح. طبعا انا ببارك كابتن طارق خير على الموسم الجميل. طبعا يعني بطولتين من 3 دي حاجه محترمه جدا في عز. احنا طبعا حللنا ماتش الكاس هنا وكنا يعني قبلها اعصابها كلها. كابتن طارق مش عارف اقول لك بقى الجرحي وكابتن علي كانوا عاملين ازاي. يعني انا عايز اقول لك كانت الدنيا هنا يعني مقلوبه. وبعدين قعدوا بقى هم يقولوا لي شايف الباسكت عامل ازاي؟ قلت لهم شايف، يعني الدنيا مش معصومه خالص. ببارك له طبعا على البطولتين دول في كميه اصابات غير طبيعيه. طبعا يعني في 5 6 كانوا مصابين، وفي ناس لعبت مصابه الجيم بتاع الكاس دوت. فببارك له، واتمنى طبعا الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله بالتدعيمات القويه جدا دي ان شاء الله لو توفقنا في لعيب اجنبي كويس هتفرق معانا جامد جدا ان شاء الله باذن الله. يا شديد الله حبيبي، ومبروك ليك. احنا كلنا في اخر منظومه واحده طبعا، ومبروك ليك ولينا. ربنا يخليك يا تيتا، ربنا يخليك. كابتن طارق، اخبار مؤمن ايه؟ لعيب كويس والله. لو مسامحين التصعيد من 16 سنه انا كنت صعدت اكثر من واحد. عموما الحمد لله رب العالمين، خامه مبشره، ستايل لعيب كبير، عنده حاجات مش موجوده في ناس كتير قوي، اساسياته كويسه جدا، قراراته كويسه. فدي مبشرات تاهله انه يقدر يلعب في المستقبل في ليفل كبير. انا سمعت ان هو قريب شويه من ستايلك يعني. والله يعني احسن شويه يعني، هو كمان في حاجات في فروق، بس هو ستايله اشيك شويه. لازم نشوف بقى، لازم نشوف التطور. بس كابتن طارق يعني انت كنت حريف جدا الصراحه. الله يكرمك كابتن محمد. كابتن مصر طبعا، كابتن نادي الاهلي كابتن طارق خيري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه الصراحه. يعني في رموز في كره السله في النادي الاهلي، كابتن طارق الغنام، كابتن طارق خيري، ونجوم الكبار دي لازم الواحد دايما كده يعني يتكلم عنهم، لان هم صراحه خلونا نتابع كره السله بشغف، خاصه الناس اللي هي ما بتلعبش كره سله. انا واحد من الناس اللي ما لعبتش كره سله، بس كنت بتفرج على اولياء النجوم، وطبعا حبي للنادي الاهلي وعملوا ربط ما بيننا وما بين النادي الاهلي في كره السله.